الرابع استلام دار للمرمى استتار الهدف الأول. الهدف الأول هنا للقوة الجوية العراقية. حماد يا أحمد ينجح في التسجيل، ينجح في المرور، ينجحون بعد هدف العبور. هنا الهدف الأول يأتي للقوة الجوية العراقي عبر كرة خاطفة. هنا الخطأ بدأ، وهنا بعد ذلك الختام بتصويب علي درويش. يرسل الكرة أمامية داخل منطقة الجزاء أمامية، ولكن الهدف الثاني يأتي للقوة الجوية العراقي. دربك أمام المرمى ساهمت بالوصول والعبور من جانب حسين علي. واحد يأتي بالهدف الثاني. لاحظ مع الكرة والخطرة تعود، محاولة التقدم من جانب القوة الجوية، استغلال الكرة الماضية. الهدف الثالث، الهدف الثالث يأتي للقوة الجوية العراقي من خلال دقيقة 60 من عمر شوط المباراة الثاني. التقدم والمرور واستغلال الخطأ الدفاعي بشار رزق هذه المرة، أو هو حماد يا أحمد، نعم، من ينجح في إضافة الهدف الثالث والهدف الثامن له على المستوى الشخصي من خلال هذه البطولة. لاحظ مع الكرة الماضية، التقدم يأتي في غاية الروعة، وتكون العودة رغم صعوبتها. هنا الرابع، هنا الرابع، هنا الرابع، المحاولة، الرابع يأتي، نعم الرابع يأتي، نعم الرابع يأتي من خلال هذا اللقاء وعبر أقدام بشار رسم في اللقطة الماضية، وانتهت حكاية شباب الظاهر في هذا اللقاء. لاحظ مع الكرة الماضية الخطأ الكبير الذي ارتكب من جانب الدفاع، غريبة تماما، غريبة وعجيبة هذا الخطأ في اللقطة السابقة. بالتالي الاستغلال الأمثل والعقاب الذي يعاقب عليه دفاع شباب الظاهر من خلال هذه المباراة بكل أريحية. الكرة تتهادى، فريق الشباب الظاهرية التقدم يأتي الآن، محاولة المرور أمامية داخل منطقة الجزاء. الهدف الأول لشباب الظاهري هنا في هذا اللقاء. أحمد ثياب تسلل من بين الجميع، مر من الأول وعبر الثاني بعد ذلك لأن تعبر كرة إلى شباك حارس المرمى. فالطالب في اللقطة الماضية لاحظ مع التوغل والتمركز الرائع، ولا المرور من الأول، عبور بعد ذلك يأتي إلى شباك القوة الجوية العراقي، معلن عن وصول شباب الظاهرين إلى